موسم استثنائي للنادي الاهلي بكل المقاييس، بيحقق بطوله الدوري قبليها بسبع اسابيع بارقام قياسيه، يليها طبعا بطوله غاليه، بطوله الافريقيه بعد غياب سبع سنين، وكمان بطوله كاس مصر. يعني تقييمك ل يعني الموسم الاستثنائي وحصول النادي الاهلي على ثلاثيه تاريخيه السنه دي؟ واكيد لسه كمان، والبقيه تاتي ان شاء الله، يعني ونتمناها. واحنا يمكن اول ما المباراه خلصت امبارح احنا طالبنا كلنا يعني ك ك ك كجمهور للنادي الاهلي في الوقت الحالي وكلعيبه قدام يعني ان ننسى خلاص مباراه الكاس ونبدا على السوبر يعني، وده عاده النادي الاهلي. اما المكسب الثلاث بطولات فده العادي لانك انت بتشتغل كويس، ودي نقطه عايزين نتكلم فيها ونتكلم فيها في الاستفاضه بعدين. ولكن اهم ما في الموضوع اللي عجبني قوي وده بعد تاني عايزين نتكلم فيه، تخيل انت مثلا على سبيل المثال موسيماني مدرب اشتغل من سنه 99، دي حقيقه بدا التدريب 99 الى 2020 احرز ست بطولات، جه مع النادي الاهلي في 21 يوم خد ثلاث بطولات. بنون، بدر بنون جه اتمرن تمرينتين ثلاثه ولعب مباراه في 120 دقيقه وخد بطوله. فده النادي الاهلي، فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو يا بختك انك تكون تروح تدرب نادي زي النادي الاهلي او تلعب في نادي زي النادي الاهلي. دي حاجه مهمه جدا ورساله للعيبه. يعني يمكن احنا دايما نجحنا في النادي الاهلي دايما لان احنا بنبقى واقعيين مع نفسنا. يعني الناس كلها كانت بتسالني يعني بتكلمني على الاداء في المباراه النهائي الكاس، انا دايما بقول لهم ان الكؤوس تلعب وليس اداء، يعني نهايات تكسب ولا تلعب دي حقيقه. يعني دائما الناس بتفتكر الحدث مش بتفتكر المباراه. حدث ايه؟ انك انت طلعت اول او طلعت تاني. فالنادي الاهلي طلع اول في بطوله الكاس، نخرج من بطوله الكاس هتدخل على بطوله تانية. هو دي بقى مهام المدرب الحقيقيه. سوبر بقى ان شاء الله. ان شاء الله. يعني ازاي تخرج من بطوله عشان تخش بطوله، دي مدرسه وشغل اخر يعني.